السلام عليكم جميعا. تعرف الزوم هنا؟ Good evening everybody. Yes, Thank you for giving me the opportunity to participate in this family night and try to enhance the awareness of the community. This is a dialogue between the atmospheric and vacuum columns following the Plant 15 Tiandai. I will talk sometimes in Arabic, or most of the time in Arabic, and sorry for non-Arabic speaker. And they think this is their mistake. I mean, they should have learned Arabic. طبعا البداية مع الاتموسفيريك كولوم بدأ يتحرش في الفاكيوم فيقول ماجور أبو خالد شكلي يعني يقول ماجور يلي بدل الثوب بالثوب وسلامتك من كل وعكة بدينة لا تحسب التاريخ ما هو مكتوب اللي جرالك كلنا عارفينه طبعا رد الفاكيوم كولوم رد الواثق يقول يا مرحبا يلي تهجر مسحوب لكن خلط اللون زينه وشينه تاريخنا ريفام هادف ومحسوب والحال على العالية شامتينه فرد الاتموسفيريك وما زال يتحرش قال كنت امنيت تسم والجوف مسلوب غير فرق ما مر بك في سنينه تو ويكس تندب حظ عاثر ومكروب يا الفاكم هذا عليكم غبينه طبعا احمرار في الوجه وارتفاع في الضغط عند الفاكم كولوم قال سويت لك زحمه على ماينر سكوب اي وندر اف يو تشينج طقم الماكينه طبعا الاتموسفيريك مغير بس السيرفنج سكشن الفاكم يتكلم عن طقم الماكينه كله قال سويت لك زحمه على ماينر سكوب اي وندر اف يو تشينج طقم الماكينه اي هوب تلقح معكم اي هوب جاري ولا ظالك علوم مهينه رد الاتموسفيريك ثقة وتحرش رغم هبوب النول شرقي وجنوب تبقى جنوبي شامخات رزينة يوم اسمولك والخلاك منصوب وضيق عليك الوقت شده ولينة خلوها هذه القاضية من الفاكهة كلهم قالها ما تخاف قال فزعت لك يوم ملك لا صار مضروب وقسمت من وسط الحشا ما يعينه هاي بد نمبر فايف باتش ريبير في الليفت اوفر ماتيريال فروم ستراكشر باكينج فور ريبير بد نمبر فايف يقول فزعت لك يوم ملك لا صار مضروب وقسمت من وسط الحشا ما يعينه ومسحت لك دمع على الخد مسكوب هذه ليت ديسكفري مسحت لك دمع على الخد مسكوب هدية يا جار ما هي رهينة طبعا الشاعر المتواضع تدخل وانقلبها من محاورة إلى نظم بعد القريحة قالت أبغاك فلوب ردوا الكلام الحر يا سامعينه صوت الرحى جعجع صعوبات الذنوب جعجع ولكن جاب صافي طحينه إن كان بعض الناس يدوب يدوب فريقنا لون الفخر في جبينه سيفتي فرست أرض وسما فجر وغروب وكواليتي ما بين خشمه وعينه وانتجريتي تشمل لها طوب وتيوب ريلايبل سيستم شعار المدينه الريس والتايم ولا هو مغلوب دايم مع التايم علوم سمينه واستراتيجيك بلاننج بهالفن مصحوب وسبورت ليل ويوم ياتي بحينه وتكنولوجي يجي لها دور ملعوب وسيفنج يجيك من العقول الذهينه والورك فورس يعد لو كان موهوب هاي كونفدنس والكومبتنس عرينة وتيم سبيريت ما بين مطلب ومطلوب تفكير تخطيط فكر وترجمة في يدينا بقيادة عليا لها باع واسلوب بقيادة عليا لها باع واسلوب سلم على اللي قاد دف السفينة والفضل اللي يجعل العسر مقلوب رب يعين وكلنا نستعينه سلام عليكم صح لسانك يا ابو وليد بس وليد انت ما كان منك وعدتني تكتفيني قصيده مع السيفتي صار والله تستاهل يا ابو تستاهل انت اي ثينك اي اوريدي الوداع
داري ما قلت شاعر اني بدأتك مع التيم. الله يجزاك خير وانت تستاهل ونزلتهم تستاهل التيم. الله يعطيك العافيه ما قصرتوا. نسمع صفقه ليوسف ناو. نكون مع الشاعر المخضرم اللي تفاجأنا صراحه انه طلع